وللحديث عن التحذيرات من استمرار العنف ضد الأطفال وتبعات ذلك على المجتمع في العراق، معنا من برلين الناشط الحقوقي السيد علي القيسي. مرحبا بك معنا سيد علي. أستاذ علي تسمعني بوضوح؟ نعم. أهلا أهلا بك أستاذ علي. نعم. كما تابعت معنا، اليونسف تحذر من ارتفاع نسبة المعنفين من الأطفال داخل المدرسة أو البيت، والتي وصلت إلى أكثر من 80% وفقا لهذه الدراسة أو لهذه النسبة. كيف تنظرون إلى هذه النسبة؟ هذه النسبة تدل على أنه العراق يعاني من انهيار منظومة التربية والتعليم، وكان في زمن معين يعني كلمة التربية مرادفة لكلمة التعليم. هؤلاء الأطفال كانوا يتلقون التربية والتعليم في المدارس، حين كانت المدارس تهتم لأمر هذه الأطفال اهتمام جدي، وهناك منظومة تربية ومنظومة تعليم تتابع هؤلاء، بالإضافة إلى كانت هناك وزارات، مكاتب مهنية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها. الآن هذه كلها انهارت، المسميات والمؤسسات والهيئات التي يفترض أنها تعنى بهذا الأمر كلها خاضعة للمحاصصات الطائفية وتنتظر حصتها من الموازنة للميزانية في كل فترة، وينتهي الأمر في كل عام. نعم. الطفل الآن يعاني كارثة الحقيقة. نسبة عمالة الأطفال في العراق هي الأعلى بين دول الشرق الأوسط، نسبة الأمية بين هؤلاء الأطفال هي الأعلى بالشرق الأوسط. الأمر كارثي الآن، يعني لا يستطيع أحد قبل كنا نسمع عن ظاهرة التسرب من المدرسة، حين كان في المدرسة في كل مدرسة تضم 600 أو 700 طالب، حين يتسرب طالب واحد أو اثنين من الدراسة يعتبر ظاهرة خطيرة. الآن هذه كلها انهارت. نعم. منظومة التربية الأسرية الآن مفكر. نعم. إلى جانب كل ذلك أستاذ علي، لا يوجد يعني جهود من الحكومة أو المؤسسات المعنية بالطفولة من أجل وقف هذا التمادي والعدوان على الأطفال، والذي كما تفضلت وصل إلى نسب كبيرة جدا. لا يوجد في برنامج الحكومة، ما يسمى الحكومة والحكومات العراقية المتعاقبة، أي برامج لرعاية ودعم الطفولة. كلها يعني هذا الأمر يعني لم نسمع أنه نوقش يوم في 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 حكومة أو برلمان، لأنه هذه الحكومة والبرلمان لا تلتفت لهذا الأمر. أطفال العراق الآن يتولون هذا الأمر لأنه لا يهمهم أمر العراق الحقيقة. الناس الذي يحكمون العراق الآن، الذي يحكمون ويتصدرون المشهد السياسي، لا ينتمون، لا يشعرون بانتماء حقيقي للعراق. لو كانوا يشعرون بانتماء حقيقي للعراق لخجلوا وهم يمرون بمواكب سياراتهم الفارهة، وهم يشاهدون آلاف الأطفال على الإشارات الضوئية يستجدون ويشحذون. لو كان هؤلاء لديهم غيرة على العراق لالتفتوا إلى حال الأطفال. الأطفال الآن يعملون في معامل حدادة ومعامل يعني عمل خطر جدا على الكبار، ليس على الأطفال فقط. ولذلك المشكلة هي أنه من يحكم العراق لا يشعر بالانتماء للعراق، وبالتالي لا يحرص على أطفال العراق. إلى أي مدى أسهمت التشريعات في العراق في السنوات الأخيرة في حماية مرتكبي الجرائم ضد الأطفال في الإفلات من العقاب، وبالتالي وصول المشهد إلى هذه النسبة المرتفعة من تعنيف الأطفال؟ الإفلات من العقاب هو السمة البارزة منذ عام 2003 حتى اليوم. كل ما يجري في العراق هو سبب الإفلات من العقاب. العنف الأسري الآن اللي يتعرضون إلى الشباب، الأطفال والبنات وغيرهم والزوجات، هذا يعني العنف كارثي الآن. لا توجد تشريعات، وإن وجدت هذه التشريعات فلا يوجد من يطبقها. لا يوجد في العراق وسائل لإنفاذ القانون. القانون ممكن تشرع مئات القوانين، وممكن تجد في الدستور آلاف الفقرات، لكن الجهة التي تتعهد بتنفيذ هذا القانون لا 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 توجد. ثم لا توجد مراكز رعاية أطفال حقيقة. الطفولة في العراق وفي كل العالم، الدول تخصص
يعني تخصص لها ميزانيات خاصة لرعاية الأطفال. الآن الكارثة عندنا في العراق هي عدم وجود فرص تعليم للأطفال، العمالة الأطفال، وهذه جريمة بحق الإنسانية، عمليات اعتقال للأطفال، عمليات يعني دفعهم للعمل في أشياء خطرة وسيئة. في طيب أمام هذا المشهد أستاذ علي، ضعف المنظومة الحكومية والتشريعية في العراق في أداء واجبها تجاه الأجيال القادمة. نحن لا نتكلم عن نسبة 80%، يعني نتكلم عن مستقبل العراق الآن وليس عن ماضيه مع الأسف الشديد. ما المطلوب اليوم من الأمم المتحدة ومن بعثتها في العراق من أجل التدخل لمعالجة هذا الأمر؟ واهم من يعتقد بأنه هذه المنظومة الحاكمة في العراق ممكن أن تفعل شيء أو تقدم شيء للطفولة، فعلى الأمم المتحدة وبعثة اليونيسيف الموجودة في العراق أن تتخذ إجراءات تفرض من خلالها القوانين وقرارات دولية إسعاف وإنقاذ الأطفال العراق. أما هذه المنظومة الحاكمة الآن، يعني هي يا سيدي هي للكبار ولا للصغار ولا لأي أحد تقيم وزن. لا توجد تشريعات، وأن وجدت القوانين والتشريعات لا يتم تنفيذها. طالما الأمر وصل إلى الأمم المتحدة واليونيسيف أعلن هذا قرار مهم جدا، وعليه يجب الاتخاذ إجراءات من الأمم المتحدة ومن اليونيسيف وغيرها من المنظمات الدولية اللي تعنى بشأن الطفولة، اتخاذ إجراءات واقعية تفرض على الحكومة العراقية إنقاذ الأطفال وتقديم خدمات لهم وإنقاذهم من العنف الأسري ومن العمالة ومن الاعتقال ومن التجارة بالبشر وغيرها. أشكرك جزيلا الأستاذ علي القيسي الناشط الحقوقي، كنت معنا من برلين.